عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات. جا رمضان وجمع الحباب ورجعنا ليام زمان، فاش كانت الخرافة كتحكى في وسط الأهل والحباب. تجمعت معاكم من تاني باش نكمل لكم حكاية هينا والغول. هينا كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى للحركة، منين رجع ما لقاهاش سول عليها أمها فين مشات. جاوبات أمها بالله ماتت، وطلب منهم باش ينعتوا له قبرها، ونعتوا له قبر مجهول ما معروفين ناسو. بنى عليها الحبيب خيمتو، تما ماكلتو وتما شرابو وتما نعاسو. دازو أيام وليالي، وفي الليلة الثالثة جات مرا كبيرة في السن، ما عرفها واش من الإنس ولا من الجن، خطبات بالكلام المفهوم. المقيل علاش مقيل تما؟ راك مقيل على خزنة، أما هينا خدها الغول. أدخل الشك في ولد عمها، ما بقى جاه نعاسو، والتفكير في كلام الشارفة هرس ليه راسه، وقرر يرجع لدارهم. كيف شافت لأمي ما جاي على حصان، وبدات زغرت وتقول ساعدي بوليد يرجع ليا. ادخل للدار وطلب منها تطيب ليه أحب أكلة عنده، واللي هي بركوش، وتقدمها ليه في زلافة وهو مازال طيب سخون. ومن فرحة أمه برجوعه ما رفضاش ليه الطلب، وقامت بالواجب، جابت ليه بركوش سخون يفور، ولكن عوض ما ياكله شد يد ميمته وحطها وسط الزلافة الطيبة، وقال لي هذا بقولي لي فين هاينا. جاوبت أمه طلق مني يا وليدي، راني تحرقت ونقول لك فين مشات هاينا، الله يرضى عليك. وحكات لي قصة الغول واللي وقع، سرج الحبيب حصانه وجمع عتاده، واخدا معاه في رحلة البحث على مخطوبته. قفة من الملح، قفة من السكاكن، قفة من المخايط، وقفة من الليباري، وشد الطريق. وصل على الكدية الكحلة وقال ليها هالكدية مالك تكحالي وتزيدي في الكحولية. جاوبته بالسيفة ولدي ما نكحال ونزيد في الكحولية، وهينا دازت عليا. وصل للكدية الزرقاء وقال ليها هالكدية ما هالك تزراقي وتزيدي في الزروقية. جاوباته بالسيف ما نزرق ونزيد في الزروقية، وهينا دازت عليا. وصل للكدية الصفراء وقال ليها هالكدية ما هالك تصفاري وتزيدي في الصفورية. جاوباته بالسيف ما نصفار ونزيد في الصفورية، وهينا دازت عليا. وبقى ولد عمها على هذا الحال حتى وصل للكدية البيضة وقال لها هالكدية مالك تبيضي وتزيدي في البيوضية. جاوباته بالسيف ما نبيض ونزيد في البيوضية، وهينا ساكنة فيها. انزل ولد العم من على حصانه، فاش سمع كلام الكدية البيضة عنده أمل أنه يلقى هينا في هاد المكان. أبقى يسول كل ما نلقى من الناس على فين ساكنة هينا، وكلهم تيقولوا ليه هينا اللي تزوجها الغول، ومستغربين لحقاش حتى واحد ما يقدر يقرب من مكان الغول. نعتولو المكان، وصل دار الغول، ولكن منين يدوز باش يشوف هينا؟ كيفاش يعمل باش يكلمها؟ شوية
خرج واحد الفروج من دار الغول وهو يناديه وسوله اش كتعمل هينا؟ جاوبوا الفروج هينا غسلات الصوف وتتنشرها باش تنشف. قال ليه ولد العم سير كلمها ليا، لف الصوف على رجليك وخرج تجري عندي وهي غادي تبعك. وهذا الشي اللي كان، ما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها عاد وقف. وكيف شافته هينا؟ قالت ليه أنا ريا ولد عمي وشنو جابك وكيف ندير ليك؟ الغول يرجع من الصيد يشم ريحتك وإلا لقاك ياكلك، اليوم لا أنت ولا أنا يا ولد عمي. فكرت هينا فين تخبي ولد عمها ونزلاته للمضمورة. دقت القرنفل والريحان والورد ورشات به الدار باش تخبي ريحته على الغول. وفاجأ الغول شمشي ريحة ماشي هي هذيك، وقال ريحة الناس، ناس في بلادنا يا عبادنا، ناس في بلادنا.